مبروك للاهلي الفوز، مبروك للثلاثيه ان شاء الله، ايه طموحاتكم الفتره الجايه باذن الله بالنسبه للنادي الاهلي؟ ان شاء الله يعني الحمد لله طبعا على خير البطولات، الحمد لله ربنا كرمنا ان شاء الله الفتره اللي جايه نقدر نحقق اثنين تانيين، وعملنا انجاز لينا وللجيل بتاع اللعيبه الموجوده ان شاء الله نعمل فريق ينافسنا. امبارح كان باين عليكم قوي الاجهاد في المباراه بسبب ضغط مباراه الزمالك، مباراه نص نهائي الكاس امبارح، يعني رحنا لضربات ترجيح او لعيبه الاهلي راحت ضربات ترجيح بطلوع الروح، لعيبه طلائع الجيش كانت بتادي اداء رائع جدا الحقيقه قدام النادي الاهلي، طبعا تاريخ بعظمه الاهلي ويليق به، يعني حضرتك تحب تقول ايه لعيبه طلائع الجيش بعد ما يعني قدموا مباراه كبيره جدا امبارح قدام النادي الاهلي؟ طبعا يعني هم طبعا مجموعه لعيبه كويسه مروا مشوار صعب في البطوله، لعبوا بيراميدز لعبوا الزمالك، فهم طبعا مجموعه كويسه ان هم يوصلوا النهائي، وكان حلم بالنسبه لهم ان هم ياخدوا البطوله ولعبوا ماتش كويس، الحمد لله ربنا كرمنا وان شاء الله نقابلهم تاني ان شاء الله. اخر سؤال يا فندم، طموح الاهلي في كاس العالم للانديه ايه؟ ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا بس الاول بطولتين السوبر الافريقي والسوبر المصري، وان شاء الله بعد كده نقدم مستوى كويس في كاس العالم للانديه وان شاء الله بعد ما نشكرك جدا يا فندم، شكرا جدا. وبعد الماتش بتاع كل ماتش اول لازم طبعا ليلى وعدها يعني ان شاء الله هيكسب، يعني وكل مره بيقول لها ان شاء الله المره دي هجيب لك ميداليه بقى، وفعلا كل ما بيوعد يا ابني شبيه فين؟ هو بيتقل بليلى، هو بيقول ان هو بيتقل بليلى وليلى وسوفيا. انا سؤال عمرو سؤالين بالظبط،